انا هنا المباركي، ام مروان المباركي اللي مضروب في احداث الرش نتاع سليانه، اللي هو الولايه هذايا التصويره هذايا خدمت به الاحزاب، خدمت به الدنيا الكل، وهو مسكين لحد الان تعب. حتى الخدمه اللي عطوها له حطوه فيها مسكين، حطوه حارس في الباب، حتى خدمته ماهوش مرتاح فيها ومريض. صدقيني كما يقولوا فيها الوليدات اللي ضربوا وليداتنا عموم وتضربوا ومشوا ضحيه، والناس قاعده تخدم بهم لحد الان. احنا قداش عدنا من عام تو؟ عدنا 5 سنين ما رين شيء، كان الوعود كان كذا بليت. تصور انا قلت لك من 2011 معايا زملائي يخدموا في الحظايا، من 2011 لا ترسمنا لا عملوا لا حاجه، لا خذينا مثال شنو، مجرد كرني انا واحد من الناس ما ريت منه حتى شيء. انا ها فمي مجرد قاسم عليه كان فمي لاباس عليه، كنت ما بينيش هذاك كوليك وقت الحط كي مشيت عديت عندي، ولا عندي حتى مسكر ولا عندي سكر. كنت مراسله صحفيه وكنت نخدم ولاباس عليه، لكن تويكا لا ما عادش نجم نخدم، خاطر عندي تضربت بالمتراك بالبرودكا على كتفي، فهمتني؟ تو لحد هذه اللحظه مازلت كي خرجت من الكلينيك توفيق، مازلت كي كنت غاديك راقد نهار اثنين خرجت، وصلت اخر نقطه اللي معناتها باش نداوى بعثوني للراس، لاني عندي ولا عندي فوبي ما تنفسش في دارنا، كي نركب كهربا نولي العرق ونفس تفكر عليا ما عادش نجم نتنفس، فهمتني؟ نخدم تويك على الحاضره عندي تو 7 سنين، البيرو اللي نخدم فيه نفس متسكر عليا ما نجمش. دموع ولدي، دموع ولدي، دم دموع ولدي، ولدي لحد الان، لحد الان يداوي ويعدي على عينيه وعلى فمه. فمه هذايا مشي نتاع الظروف نتاع سليانه، ها هي بالذات موجود، شوفي الرشه في فمه، قال له عندك التهاب في ظروفك من الرشه اللي في فمك، الظروف العينين قريجم راس وريتي من هنا وارجع لفوق، ما عندوش عينيه، عملت التهاب زاد في عينه. صدقيني لا ثم معالجات اختي، لا ثم شكون سهل عليه. هم حتى كرامتي معناها ضربوني كما كيكه، حتى من الانسان مثال جيل البلاد هذيا كوزير ولا ما نعرف شكون ولا قال مثال، والله علاش تضربوا ولا سال هو علاش؟ علاش صارت من اصل الحكايه هذيا؟ لا خدمونا لا عملونا حاجه في البلاد، السكه الحديديه وعدونا بها عندها قديش ما عملوا لحد شيء، معامل هاك تشوف معمل واحد هو الوحيد، ما ثم حتى حاجه زادت البلاد، كان بالعكس برا شوف القهوه دور امشي دور القهوه قهوه، شوف قديش من قهوه شوف البطال. أعلن الاتحاد الجهوي للشغل بسليانة عن إضراب يوم 13 ديسمبر، وفي الحقيقة الإضراب هذا بدأ في تم الإعلان عليه بدون تحديد تاريخ منذ الهيئة الإدارية اللي اجتمعت يوم 5 أكتوبر، واللي طالبت بثلاثة أشياء أساسية. أولا أن يتم التعجيل بمسار القضاء العسكري فيما يتعلق بضحايا رش وبملف رش بصورة عامة. ثانيا أن مطالبت وزارة الداخلية بأن تعمل على أن تمد القضاء العسكري بكل المعطيات وبكل الملفات والوثائق اللي تساعد على فهم القضية. والنقطة الثالثة هي النقطة التنموية، يعني جملة مطالب تنموية كان الاتحاد الجهوي يخدم عليها مع الإدارات الجهوية ومع الولاية ومع عدد من مكونات المجتمع المدني في اللي تجسمت في جملة من المشاريع والمطالب اللي طالبوا بتحقيقها. الحكومة رات اللي كونوا نعقد جلسات، وكان التنسيق مع الأخ الأمين العام اتحاد العام تونسي للشغل في عقد جلسة أولى يوم السبت مع وزير الداخلية ومع وزير الدفاع، تلتها جلسة تأطيرية على مستوى رئاسة الحكومة اللي ضمت تقريبا 7 وزراء أو 6، وزير التربية، وزير الصحة، ممثل في كاتبة الدولة، رئاسة الحكومة، وزير الفلاحة، وزير أملاك الدولة، وزير النقل، وزير الشؤون الاجتماعية. اتطرقنا إلى ملفات اللي هي
عقدنا فيها مع هذا الجلسات وتتعلق بالتنمية، معنا التنمية على مستوى الجهة. هذايا اللي خلانا البارح نعقد الهيئة الدارجية الجهوية اللي كانت يرأسها الأخ الأمين العام مساعد للنشر والإعلام الأخ سامي الطاهري، وكانت نقاشات مطولة جدا استعرضنا فيها ما توصلنا إليه من اتفاق مع الحكومة. في الأخير معناها تم تقريبا بالإجماع منحنا الثقة كاتحاد جهوي لتأجيل الإضراب، والإضراب ما بقاش إلغاؤه، تأجيله يبقى معلق إلى حين تنعقد هيئة إدارية جهوية أخرى وتبت في الأمر، وقتها ما عادش باش يكون الظرف كما هو. جات طبعا الحركة الاستفزازية لهيئة الحقيقة والكرامة بجلسة الاستماع اللي قدمتها واللي أرادت فيها تبييض المتسببين والمسؤولين الحقيقيين في استعمال الرش في سليانة، في جريمة الرش في سليانة. أنا في بالي الحقيقة والكرامة محايدة، لا دخلتها سياسة لا حد شيء، معناها الحقيقة باش نجأ نبحث على الحقيقة. بشوية فجأة احنا دخلنا تولي معناها تتصرف، شكون يتكلم وشكون ما تكلمش، جينا نتكلم وقصت علينا صوت وصورة وصارت مشكلة. وما هذا انا نعتبرها هذيك ماهيش جلسة، انا نعتبرها مريتش، انا ما مريتهمش انا في السبيطار وقت اللي انا مطيش ورغواتي ذبحوا ودمي يجري، ما مريتهمش انا، نعرفهم انا الاخرين الاولاد الكل نعرف. وقعت المغالطة وقع التغرير بهم، وليدات صغار هزوهم غروا بهم في إطار هالتعويضات. إذا كان تقول لي الحلقة هذيك ما فيهاش أساليب ملتوية، نقول لك يا أخوي أنا طبيعي، هذيك هي الطريقة اللي شافتها باش تعدي حبت تتهمنا. ثم تزييف حقائق، هذا قلناه نقول ونأكده، هذا الأساس. هيئة الحقيقة والكرامة عملت في الجلسة الأخيرة انتهى على أن تبرئ وزير الداخلية، ثم مساومات وقعت، والهيئة نعرف أنها ستنتهي بعد 5 أشهر، ويمكن التمديد لها وما تنجم تعمل التمديد لها إلا برضا الأغلبية في المجلس نواب الشعب. دونك العملية لم تكن بريئة. هو يرجعوا لي حقي بالنسبة لي أنا تلاهوا بالبلاد هذه شوي، ثم مطالب مش كان انا مطلبي، انا ما نطلبش، انا مانيش اناني ونطلب، كان انا نروح انا نطلب البلاد كامله، نحبهم اخويا يتلهوا وتلفتوا لها. اش بينا مظلومين رانا بابا من عهد بورقيبه، احنا مظلومين البلاد هذيرا، مش راهو اليوم ولا غدوه، احنا رانا عدنا سنين، عدنا قديش من عام ما رينا شيء في هالبلاد. قلت لك امشي معاي ونزلك القهوه وشوف القهاوي، اكثر حاجه لهني في البلاد هذيك القهوه، لعدنا صغيرات وندور لعدنا مرفق انا ونترف وليدات والمرافق اللي تشوف فيها في قديش من الولايه، ما نكسبوا منها شيء، ما نكسبوا شيء، ما عندناش بلاد حابسه تو.